وللمزيد من المتابعه المشاهدين ينضم الينا عبر الهاتف الاستاذ احمد فتحي عضو مجلس النواب عن تنسيقيه شباب الاحزاب والسياسيين. تحيه لك استاذ احمد، بدايه كيف تابعت الاجراءات التحضيريه والورش الخاصه بمنتدى شباب العالم في نسخته الرابعه؟ استاذ احمد عضو مجلس النواب عن تنسيقيه شباب الاحزاب، تسمعني؟ اهلا وسهلا بحضرتك يا فندم. اهلا بحضرتك، كنت اسالك عن متابعتك للاجراءات والورش التحضيريه قبيل انطلاق منتدى شباب العالم غدا في نسخته الرابعه. احنا في تنسيقيه شباب الاحزاب والسياسيين كنا بنحضر الاسبوعين اللي فاتوا على اساس ان احنا لما جت المنتدى اطلق الورش بدايه من امبارح والنهارده نكون عندنا توصيات نبتدي احنا كنواب عن التنسيقيه، محتاجين ان التوصيات دي في ملف مهم زي ملف رياده الاعمال والملفات الاخرى للتسع ورش الاخرى. التوصيات دي اهمها ان احنا سمعنا من مختلف دول العالم الممثلين عنهم افكارهم ايه في ملف رياده الاعمال والنجاحات اللي حققوها كمان في ظل ظروف الكورونا، وكمان عندنا نماذج مشرفه في ملف رياده الاعمال ذكروا امبارح التجربه اللي على مدار السنوات اللي فاتوا نجحوا ازاي وقدروا يفتحوا فروع اخرى حتى وكانت جائحه الكورونا موجوده وازاي قدروا يتغلبوا عليها. احنا كان اهم شيء بالنسبه لنا عشان الشباب كمان اللي بتسمعنا هي اكتر حاجه مشكله بتواجههم سواء في عايز يفتح شركته وهو في الجامعه او بعد التخرج عشان تقدر تدخله دخل شهري ثابت. كان في بعض المعوقات بيقدر يتعرض ليها، فاحنا حاولنا في ورشه العمل ان احنا نقدر نطلع بتوصيات بالنسبه لمجلس النواب والشيوخ لتعديل التشريعات الخاصه بفكره الشركات الناشئه، وكمان طالبنا بانشاء صندوق استثماري يكون تحت مظله الحكومه المصريه عشان نقدر ندعم برضو الشركات الناشئه. يعني جهود التنسيقية والتوصيات التي تم رفعها في مجلس النواب ومجلس الشيوخ سيتم طرحها في المنتدى. ده بالفعل حصل امبارح، احنا قبل المنتدى والمنتدى اليوم الاول للجلسات ان شاء الله هتبدا من بكره، بس النهارده وامبارح كانت في على مدار اليومين دول كانت في ورش مختلفه، هي 10 ورش. ال 10 ورش ايه اللي يعني ايه اللي بيعود على المنتدى ككل من الورش دي؟ فكره التوصيات ان احنا كشباب من مختلف دول العالم بنيجي نتكلم كل واحد بفكره بالنجاحات اللي وصل له ليها وازاي نقدر نتعلم مع بعض ونتبادل الخبرات المحترمه عشان نقدر نطلع بتوصيات تقدر تفيد الناس. وبرضه غير رياده الاعمال كان في حاجه زي ما حضراتكم ذكرتوها في الاخبار مشروع حياه كريمه. ده اللي انا عايز اسالك عليه يا استاذ احمد، يعني مشروع حياه كريمه وهو طبعا المشروع فيه اساسي يتوازى ويتماشى مع الأهداف الخاصة بالأمم المتحدة للتنمية المستدامة. السؤال هنا دور تنسيقية شباب الأحزاب، وأنا يعني تنسيقية شباب الأحزاب طبعا جهة أو كيان نشط في هذا الأمر. السؤال هنا كيف يتم الترويج لهذه المبادرة، مبادرة حياة كريمة في منتدى شباب العالم للعالم كله؟ احنا كان اهم حاجه قبل المنتدى بفتره كبيره احنا ابتدينا ننزل مع الوزارات المعنيه بمشروع حياه كريمه، ومنها وزاره التضامن الاجتماعي ومنها وزاره الهجره. ولما ابتدينا نشوف مع وزاره الهجره ازاي الدارسين في الخارج، وكمان مش الشباب المصريين دارسين في الخارج ده كمان الوافدين اللي بيدرسوا هنا، ده مشروع قومي محترم. فتمت الدعوه لاكثر من شاب يقدر ينزل من مختلف المحافظات اللي تمت فيها مشروع حياه كريمه، ومنها اصدقائنا اللي ممثلين عن التنسيقيه كسته نواب محافظين ابتدوا كمان في المحافظات المختلفه يستضيفوا الشباب عشان يقدروا يوضحوا ان ده مشروع محترم ومشروع قومي صادر فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي اطلقه. واللي اكتر من ده كمان شباب من دول العالم. استاذ احمد انا فاهم صح؟ بالظبط تمام. بيشرفونا احنا الاول ابتدينا بالشباب المصريين الدارسين في الخارج، حاليا دلوقتي احنا بنهتم ان ودي طلعت توصيه امبارح في ورشه العمل ان الشباب الوافد اللي بيجي يدرس هنا في مصر لازم يبقى عارف مشروع حياه كريمه بيقدم ايه. واللي اكتر من ده الافلام التسجيليه ان احنا تنسيقيه هنتعاون فيها ونشتغل فيها، ان احنا نصور قبل القريه بيحصل فيها ايه وبنصور بعد القريه ايه اللي بيحصل فيها، وهنترجمه لكل لغات العالم عشان الناس تبتدي تخش على مواقع التواصل الاجتماعي للصفحات التنسيقيه وصفحات الوزراء ويشوفوا قد ايه الدوله المصريه مهتمه بحياه المواطن.
وكمان لازم نعمل اعداد لبرنامج تعريفي زي ما كنت بوضح لحضرتك للشباب الوافدين بالخارج، عشان الموضوع ده ان في دول في افريقيا برضو لازم يتعلموا من الخبرات المحترمه اللي مصر عملتها الفتره اللي فاتت، وننقل نفس الخبره دي لدول تانية كتير. عظيم جدا. عايز اقول لحضرتك فضل. عشان الناس ما تحسش، عشان دايما بيسالوا انتوا شايفين الحياه وردي وشايفين ان كل حاجه كويسه، طب ما لسه ما زال ان في بعض المشاكل. احنا كنواب او كاعضاء في التنسيقيه احنا ما بننكرش ان في مشاكل، واحنا لسه ما زلنا بنشتغل على المشاكل دي، بس حقيقه عشان نقول للمواطن ان الدنيا بتتغير، هي فعلا الدنيا بتتغير، وفعلا حصل تطوير محترم جدا جدا في ملفات كثيره، منها الملف المهم اللي بيمس كل مواطن مصري هو مشروع حياه كريمه. وهو اكبر مشروع يعني بيتم تنفيذه حاليا على الاراضي المصريه، وبي يعني بيستفاد منه اكثر من نصف المصريين بالطبع. ودور التنسيقيه ودور الشباب ومجلس النواب كيف يتم التسويق لهذا المشروع؟ حضرتك تحدثت يا استاذ احمد عن التسويق لهذا المشروع من للشباب الاجانب الموجودين على الاراضي المصريه، هل هناك اي خطه لاستغلال هذا الحدث لتسويق مشروع حياة كريمة أو مبادرة حياة كريمة للمؤثرين في دول العالم؟ وطبعا حضرتك عارف أن المؤثرين لهم جمهورهم ومتابعيهم في كل دولة من دول العالم. ده حقيقي، بس عايز اقول لحضرتك احنا الخطوات اللي احنا ماشيين بيها في التنسيقيه عملنا باكثر من بروتوكول تعاون مع وزارات زي مثلا وزاره التضامن ووزاره الشباب ووزارات مختلفه. كان هدف التعاون ده ان احنا قبل ما كمان نخاطب دول العالم ايه اللي بيحصل في مصر، احنا لازم نخاطب شبابنا داخل الجامعات وداخل المدارس عشان نقول لهم برضه ايه اللي بيحصل في مصر. حقيقي. وبدل ما يجي برضه يعني للاسف دول مش بتحب التطوير اللي بيحصل في مصر، فتبتدي تستقطب الشباب وتقول لهم ايه ده؟ ايه لازمه حياه كريمه؟ او ايه لازمه الكباري اللي بتتعمل؟ او ايه لازمه العاصمه الاداريه الجديده؟ احنا شباب ربنا اكرمنا بمجهودنا قدرنا، حصل تمكين حقيقي لينا كنواب عن التنسيقيه في مجلس النواب والشيوخ، وكمان نواب مؤقتين، وكمان ممثلين في هيئات مختلفه في الدوله. اللي بيحصل ده ان لازم ننقل الخبرات اللي احنا اكتسبناها للشباب داخل الجامعات والشباب كمان داخل المدارس، وده الخطه اللي وضعها التنسيقيه في ملف التدريب والتمكين اللي التنسيقيه بتقدمه خلال اشتغلنا عليه الفتره اللي فاتت وهنشتغل عليه اكتر واكتر الفتره الجايه، عشان لما الناس تحس ان فعلا في تطوير حقيقي، ما يبقاش كلام، لا ده يبقى فعلا في فعل على ارض الواقع، وده اللي بيحصل بمعنى الكلمه. اللي كمان اشتغلنا عليه زي ما كنت حضرتك بتوضح الناس المؤثره على مواقع التواصل الاجتماعي، هم جم شرفونا في التنسيقيه وجم شرفونا مع وزاره الهجره، وابتدينا نحكي لهم ازاي ان مصر بتتقدم في مشروع محترم تحت مسمى حياه كريمه، وابتدت النقاشات بيسالونا انتوا ليه بتعملوا ده؟ طب هل فعلا الكلام ده ما كانش موجود من الاول؟ طب انتوا فعلا هتلحقوا توفروا 4500 قريه؟ طب الاستثمار ده بيجي منين؟ فكل الاسئله دي ابتدينا نرد عليها، واللي ده خدناها بعديها ان هم ينزلوا معانا في المحافظات اللي تم التطوير الحقيقي في المحافظات المختلفه، وهم يرصدوا بنفسهم مدى ما تم انجازه على ارض الواقع. وحصل قبل عامل ازاي الشكل، وبعد الحمد لله ان تحت مسمى حياه كريمه، ان ربنا يكرم اكتر واكتر ان مؤسسه الدوله وكمان مؤسسات المجتمع المدني، ان ده عام مهم جدا ان هو السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اطلقه، هو عام 2022 هو عام مؤسسه المجتمع المدني، وان انا بتشرف ان انا وكيلا عن التضامن، فبشوف دور داخل مجلس النواب، فبشوف دور مؤسسات المجتمع المدني ان يجب تفعيله اكتر واكتر، والمؤسسات المحترمه اللي بتشتغل في مشروع حياه كريمه وفي المشروعات المختلفه لازم نقول لهم شكرا على المجهود المحترم اللي بتعملوه، والمؤسسات اللي احنا بنراقب عليها ومش شغاله بالشكل الكامل او مش شغاله خالص، بيتم اتخاذ اجراءات مع وزاره التضامن الاجتماعي بغلق المؤسسات اللي مالهاش تاثير في المجتمع المصري، فده كله هيبان في عام 2022. نعم. مين المؤسسات المحترمه اللي نقول لهم شكرا، ومين المؤسسات اللي نقول لها يا اما تشتغلي صح يا اما يعني يتم الغلق. طبعا فكره المتابعه والتدقيق على المؤسسات دي حاجه مهمه جدا، وعايز اقول لحضرتك حاجه كمان استاذ احمد قبل ما نختم، يعني ان مهم جدا موضوع التسويق، وموضوع تسويق للحدث بيكون على قدر اهميه، يعني مهم على قدر اهميه الحدث. استاذ احمد فتحي عضو مجلس النواب عن تنسيقيه شباب الاحزاب والسياسيين، اشكرك شكرا جزيلا.